القمة المصرية الفلسطينية بكل تأكيد هي قمة مهمة، لكن أهميتها في هذا التوقيت وإيه ممكن يكون كمان انعكاساتها على الأوضاع في قطاع غزة؟ يعني هما الاثنين مرتبطين ببعض. القمة المصرية الفلسطينية أمس في القاهرة بتأتي في إطار طبعا التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وفلسطين، السلطة ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء قبل العدوان الإسرائيلي على غزة أو بعد العدوان وأثناء العدوان. فالقمة دي حضرتك يعني كذلك بتأتي بعد، يعني هي بتأتي في إطار طبعا زيارة بلينكن للمنطقة زي ما أشرت حضرتك، وبتأتي أيضا بعد ما مصر طرحت مجموعة من الأفكار والمقترحات منذ أسبوعين حول الموقف في قطاع غزة. وكانت هذه الأفكار كانت حضرتك تنفيذها يتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة كانت تنتهي بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. طبعا كان في حضرتك زي ما أنتوا حضراتكم عارفين كان في ردود أفعال من السلطة الوطنية الفلسطينية، من منظمة التحرير الفلسطينية، ومن حركات المقاومة في قطاع غزة، حماس والجهاد الإسلامي. ومصر أخذت علما بهذه الردود الفلسطينية، وأعلنت أنها طبعا بتعمل ليس فقط مع الأخوة في فلسطين وإنما مع الشركاء العرب والدوليين من أجل وقف العدوان. طبعا القمة المصرية الفلسطينية هي بتأتي في إطار جولة بلينكن في المنطقة اللي هي بتمتد من 4 لغاية 11 يناير، وكما أشرت حضراتكم هي تضمنت بدأ بتركيا ثم اليونان ثم قطر، الإمارات، السعودية، الأردن، وهو اليوم هو في إسرائيل وعنده يوم حافل، برنامج حافل، لأنه هيلتقي بالرئيس الإسرائيلي ثم مجلس الحرب في إسرائيل ثم رئيس الحكومة الإسرائيلية، ثم عنده اجتماعين حضرتك مع واحد مع وزير الدفاع والآخر مع بني جنس. عذرا قبل ما نتطرق للزيارة للقمة المصرية الفلسطينية وأهميتها في التوقيت ده، احنا واحد من السيناريوهات او واحد من المطالبات اللي قدمتها او الرؤى اللي قدمتها الدولة المصرية وجود وقف اطلاق نار دائم، ودي حاجة في شدة الأهمية بالنسبة للفلسطينيين دلوقتي، لكن هل في أي ضمانة لدخول المساعدات واستدامة دخول المساعدات ومنع قطع السبيل مرة أخرى من قبل الإسرائيليين لدخول المساعدات الإنسانية، لأن حضرتك شايف الوضع شديد الصعوبة في فلسطين الآن؟ موضوع المساعدات وإدخال المساعدات وزيادة كميتها حضرتك دوت هو محل اهتمام مصري واهتمام عربي واهتمام دولي. وكما تعلمين حضرتك انه وفقا لقرار مجلس الامن 27/20 الذي صدر في 22 ديسمبر الماضي، تم تعيين مبعوث رفيع المستوى للسكرتير عام الامم المتحده يكون مختص، هي سيده بالمناسبه، لكن على حسب منطوق قرار مجلس الامن المذكور يكون مختص حاجة بالمساعدات الإنسانية ومختص أيضا بإعادة التعمير في قطاع غزة. فمصر طبعا من أول يوم حضرتك يعني عبر معبر رفح يعني كان من ضمن الأولويات التحرك المصري هو إدخال المساعدات بصورة سريعة وبصورة حضرتك يعني تكفي الاحتياجات في قطاع غزة. اليوم الحديث بيركز على وصول المساعدات لشمال غزة، وأعتقد دي من القضايا اللي بلينكن بحثها وهيبحثها حضرتك في إسرائيل. طبعا إسرائيل هي اللي بتضع العقبات، هي اللي بتضع العقبات بحجة إن هي تقوم بتفتيش طبعا المساعدات.
طبعا المساعدات بتدخل قطاع غزة ورفع علم الأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكن تصور ان هيتم تهريب اي ممنوعات في قوافل بترفع علم الأمم المتحدة، لانه بيتم تفتيشها اساسا في البداية. طب لكن هي اسرائيل تريد جديد عرقلة دخول المساعدات، لانه يعني انا في تقديري انه الهدف من هذا العدوان ليس فقط حضرتك محاربة حماس او القضاء على حماس، وانما في اهداف إسرائيلية اخرى. وطبعا يعني كلنا في مصر يعني نشعر بالحزن البالغ والأسى على عدد الضحايا الفلسطينيين بكل تأكيد في قطاع غزة من 7 أكتوبر طبعا، وعدد المصابين وخصوصا بين الأطفال والسيدات.